Alors, كان هناك قانون، مشروع قانون اللي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، وهو يدخل في إطار محور المراقبة لبرنامج اليوتيس. هذا المحور هذا كي يعني يلزم، أو يعني مشروع القانون يلزم أصحاب القوارب الصغيرة، هي قوارب الصيد التقليدي، على أن يكون عندهم واحد نوع من يعني نظام معلوماتي جديد لتتبع هذه القوارب، وهو ما يسمى ب RFID راديو فريكونس ديدنتيفيكاسيون. ولذلك يعني هذه المسألة هذه سوف تمكن مرة أخرى ليس فقط من المراقبة، ولكن أيضا من يعني اعتماد مقاربة جديدة لتأطير أحسن للصيد التقليدي. بالنسبة لهذا مشروع مرسوم اللي تعطي إمكانية استعمال ما يسمى بليكاش فلوتونت من أجل تسمين سمك التونة، وسوف هذا سوف يخلق فرصة جديدة ل يعني جميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الولوج إلى أسواق جديدة كسوق كوريا الجنوبية والصين واليابان.